سائل يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات؟ وما قال واعتقد أن الذبح لغير الله يجوز، ما طلبوا منه الاعتقاد، طلبوا منه العمل والذبح لغير الله عز وجل فوافقهم على ذلك. نعم.